حطوه على الكافشه بده ينشال، ما بيقدر يعملوا جسر الا ما يشيلوا له هذا الجسر. يعني ما بنعرف اي ساعه هذا الجسر بينهار على رؤوس الناس ويسبب الى كارثه كبيره وكبيره جدا. جسر جل الدين هو جسر حديدي يلي صممه ليبقى 10 سنين، ما صممه ليبقى 30 سنة. شو بده يصير بهالجسر؟ هذا الجسر معرض للانهيار. هيدا الجسر هو يعني ركبوه بالثمانينات، بعتقد كان بهذاك الوقت المرحوم الشيخ بيير جميل كان وزير الاشغال بعتقد، ونوضع بصورة مؤقتة لحتى يخفف عجقة السير بهذاك الوقت، ولكن هذا جسر مؤقت. بقى هذا الجسر تخطى العمر اللي لازم يكون فيه أكثر من 3 مرات. المؤقت صار له 32 سنة، هذا لا يجوز. 32 سنة من 30 سنة ما في له ولا أي صيانة الجسر هيدا. اليوم حتى الطبقة اللي موجودة البلاستيكية اللي موجودة على الحديد ما عادت موجودة. في تفسخ وتشقق بالجسر، يعني اذا انت كنت تحت الجسر بتقشع السيارات مارقه من فوق منك. ليه؟ لانه الجسر عم بيتشقق ويبعد الجسور تبعه عم تبعد عن بعضها. حضرتهم بالانماء والامار ما بيتحملوا مسؤوليه، ما بيقولوا لك انه يا هل ترى شو هي حاله الجسر المضبوطه، ما قاموا ولا باي عمليه صيانه للجسر الا بينما وجود شيء اخر. فإذا الجسر اليوم أصبح بحالة يجب تفكيكه وبأسرع وقت ممكن. بنهاية التسعينات صار في نوع من أنه إبدال هذا الجسر بجسر آخر. عم بيجوا اليوم يعملوا جسر الإنماء والأعمار من داخل البلدة مخرج واحد لبيروت، يعني معناتها اليوم اللي ساكن بمكان بعيد بين جل الدين، يعني آخر الزلقة وجل الديب وبصليم ونباي وكل هالمنطقة هاي اللي صارت مكتظة بالسكان، بدهم يجوا كلهم سوا، ما بقى عندهم ولا أي مخرج آخر إلا هالمخرج الواحد يطلعوا عليه لحتى يرجعوا على بيروت. فرح يعمل نوع من إذا بدك قمع لا يمكن إنه يتحرك السير. هلأ بالوقت الحاضر ما عم يتحرك السير مع الأوتوكاريات وغيره، وخصوصا كمان في عندك 5 كنائس موجودين حوالى هالمنطقة هذه، وهالكنائس هيدي رح تتأثر سلبا، وخصوصا كنيسة اللي اسمها كنيسة مر عبد اللي هي منها رح يبلش الجسر. يعني هاي الكنيسة رح تتأثر بشكل كتير كبير، انه حتى بصف من الصعوبة حدا يقدر حتى ينزل من سيارته تحت يفوت على الكنيسة. بلدية جل الديب عملت اتفاق مع مجلس الانماء والعمار، ومجلس الانماء والعمار مضى الاتفاق وبعته وقال انه هو تخلى عن جسر جل الديب. والمادة 49 من قانون البلدية واضحة بتقول انه اذا في اختلاف بين السلطة المحلية البلدية وزارة الاشغال او مجلس الانماء والعمار بيكون مجلس الوزراء هو الصالح. بس ما في اختلاف، واذا ما في اختلاف مجلس الوزراء ما لازم يبت الا اذا عم يطلع عليها من باب سياسي. بسبب توقيعهم على عقد قبل ما ياخذوا رضا الاهالي، اليوم في اموال رح تخسرها الدولة اللبنانية بسبب يعني عمل ارعن من قبل مهندس، ما بعرف مين اللي اعطاه الامر لحتى يوقع على الشيء هاي. طلبنا انه يكون على شكل جسر النقاش، يعني شكل الاي بالاولى. هيدا الجسر بهالشكل هيدا يعني هو الافضل، لانه السير يبقى على الاوتوستراد، ما بيفوت على الطرقات الفرعيه بالداخل وبيقوم بعجله سير، لانه بصف اللي جاي عن الاوتوستراد من اي مفرق بياخذ من الاوتوستراد قادر ياخذ هالاشانجور هيدا اذا بدك العوده الى بيروت او العوده من جوني لاتجاه جوني. هيدا الطريقه الافضل انه ينعمل، حتى لو بده يكون فيها خط اقل، ولكن رح بيكون عملي اكثر ورح بيساعد على حل مشكله السير على القليله 70 ل 80%، بينما الطريقه اللي هن عم بيعملوها رح بتزيد عجله السير الداخليه وما رح بحل عجله السير اكثر من 70%. فاذا نحن عم نعطيهم حل ما عم بيقبلوا بالحل. ليش؟ هذه علامة الاستفهام. ليه ما عم بيقبلوا بالحل اللي نحن عم نقوله؟ هذا الموضوع اللي نحن حابين نعرفه لتاريخ اليوم بعد ما حدا فسرنا ليش. استاذ سليم، ليش يعني